السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الأول نستفتح بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا احنا في شرح النهاردة على الفيكتور ماجيك، في صورة بيطبع عليها علامة مائية. استنى نجيب الصورة ونكمل مع بعضين. زي ما احنا شايفين العلامة المائية، احنا عايزين نلغي العلامة المائية، وفي شوية حاجات هنعملوها فيها. طبعا اوتوماتيك انا مش عايزها، واختار الاختيار ده. كده راحت العلامة المائية. لو كبرت هنا هلاقي فيه انبعاجات زي ما انتم شايفينها كده، والحاجات دي انا مش عايزها. الثلاث اختيارات دول بجرب فيهم انهي اختيار اللي هيخلي لي شكل الصورة او الفيكتور اللي انا عملته يظبط. بختار الاختيار التاني ده كده. بكده انا اكون شلت العلامة المائية بتاعتها وارتحت. اوكي، هاجي في التسييف، ماشي، بقول له صح. التسييف هنا زي ما انا عايز، اي اي دي اكس اف اي ام اف اي بي اس بي دي اف وهرم المجرة. انا مختار مثلا اي بي اس، بقول له سيف. اسيف مثلا باسم صاصر. لو فتحت الكوريل، هذا الكوريل انا فاتحه اوريدي. هذا وهقول اوبن. طبعا هي على الديسكتوب. الفيكتور ماجيك من البرامج الجميلة واللي بتساعدك انك انت اي صورة بتحولها لفيكتور في لحظات، ماشي. اها، طبعا بتبقى خلفيتين، بس بتبقى على قطعتين كده. ما فكيتهم انا، ها، بدل دي وباخد ايه، وباخد دي عشان ايه، اشتغلها واديها مقاسها وكل حاجة. كده الفيكتور ماجيك بيحول لي اي صورة لفيكتور. هو بصراحة ملك الفيكتور. ليه؟ بيديني امكانيات ودقة عالية. وفي الشرحات القادمة بامر الله عز وجل نتعمق شوية في البرنامج. بس انا دي حاجة، لان انا منزل متهيألي فيديوهين قبل عن كده على الفيكتور، فده فضل من ربنا. اذا اصبت فمن عند الله، واذا اخطات فمن نفسي من الشيطان. واسيبكم بكل صحة وسلامة، والى اللقاء في دروس قادمة. وما تنسوش تصلوا على النبي وتدعونا بصالح الاعمال.